حياكم الله واهلا وسهلا في الانطلاقه الحقيقيه في عالم اليوتيوب. واخيرا عبد الله الشكناني بعد ما تدرج وصار معاكم اسبوعيا في مقاطع السوشيال ميديا وشفنا التفاعل الجميل والرائع في التيك توك والانستغرام وسناب شات، يا الوقت الحقيقي مثل ما تحديتكم وكنا مع بعض واعطينا الاستمراريه في القصص الجميله القصيره في السوشيال ميديا، يا الوقت الحقيقي اني اتحدى نفسي واعطيكم استمراريه بحلقه اسبوعيه. كل اسبوع راح نعطيكم شيء مختلف، سواء قصص، تحليل مباريات سابقه، تحليل على الوضع الحالي، انطلاقه حقيقيه لعالم اليوتيوب مع عبد الله الشكناني. طبعا عشان اقدر استمر، عشان ادخل هذا العالم بكل اريحيه ونكبر مع بعض، احتاج منكم الاشتراك، احتاج منكم اللايك، نبي نوصل هذا المحتوى الجميل الرياضي المحترم لكل طبقات المجتمع، لكل دول العالم، نبي نعطيهم ثقافة معلوماتية. واليوم راح تكون أول حلقة وبإذن الله ننطلق من البداية حتى نقدر نوصل لألف حلقة ونكبر مع بعض في هذه القناة. توكلنا على رب العالمين. سيدوف، ثلاث أندية مختلفة. طبعا اول حلقه كان عندي حيره، شنو ابدي معاكم؟ هل قصه؟ هل ابدي معاكم تحليل الاوضاع الحاليه، سوق الانتقالات؟ لكن حبيت الماضي، حبيت اتكلم عن معاناه ريال مدريد في تحقيق العاشره، وسويت حلقه اليوم بعنوان ريال مدريد من التاسعه الى العاشره، لان كل الناس يعتقدون ان فوز ريال مدريد في دوري الابطال هو عباره عن امر سهل، ما وصل مع معاناه وكانت قصه بسيطه. لا، اللي يدخل بالتفاصيل واللي يدخل في عمق البيت المدريدي يعرف ان ريال مدريد لما فاز بالتاسعه وكان مر بفتره اوروبيه ممتازه، لان ريال مدريد لما حقق اللقب الثامن كان في موسم 2000، ولما حقق اللقب التاسع كان في موسم 2002، وكان ماشي برتم ممتاز، وبالتالي كان في حلم تحقيق العاشره، والكل كان يتوقع ان ريال مدريد في سنوات بسيطه راح يحققها. فاليوم انا باخذكم في رحله من التاسعه الى العاشره. طبعا ريال مدريد في موسم 2002 استطاع تحقيق اللقب التاسع في ملعب هامبتون بارك، في ملعب سلتيك ضد باير ليفركوزن، ومنو ينسى هدف زيدان الشهير 2-1، هدف عالمي مستمر معانا الى يومنا هذا كواحد من اجمل الاهداف، وريال مدريد يتوج باللقب التاسع. فعلى طول نادي بحجم ريال مدريد، نادي عريق ملكي عنده قدره شرائيه مع رئيس مثل بيريز، مع جالاكتيكوس على راسهم، فيجو وزيدان وراؤول وهيير وكاسياس وعد من النجوم، على طول راح يفكرون بالعاشره بعدها بموسم، وعشان يحققون هذا الهدف اشتروا هداف كاس العالم في عام 2002. الظاهره كان بفورمة خيالية مرعبة، وتم شراءه من الانتر بصفقة قياسية ربما تجاوزت 40 مليون يورو. وعلى فكرة رونالدو ظاهرة في هذا الموسم، ريال مدريد حقق اللقب في 2003 وهو كان مسجل 30 هدف، يعني هداف الفريق، يعني صفقة ناجحة. ريال مدريد لعب في مجموعة استطاع التأهل منها وراح إلى الدور الثاني اللي هو المجموعات. ريال مدريد أنهى وصيف المجموعة ولعب دور الثمانية مع مانشستر يونايتد سيمي فاينل في 3 طليان. موسم 2003 كان عز الطليان، فكان في اليوفي اللي راح يلعب مع ريال مدريد، وكان في ديربي ميلان، انتر والميلان في الجانب الاخر. ريال مدريد لعب مع اليوفي مباراة الذهاب واستطاع الفوز 2-1 باقدام برازيليه، تسديدة روبرتو كارلوس وهدف الظاهر رونالدو مقابل هدف للفرنسي تريزيجيه. مباراة الاياب هي المشكله، مباراة الاياب هي الصدمه بالنسبه لجمهور ريال مدريد، راسيه من ديل بييرو، تريزيجيه يسجل الهدف الاول، وبعدها ديل بييرو يتلاعب بهييرو ويسجل الهدف الثاني، 2-0 لليوفي. ريال مدريد يحتاج لتسجيل هدف حتى تروح المباراة للأشواط الإضافية، ركلة جزاء يضيعها فيجو بتألق من جيجي بوفون، وبعدها الانتكاسة لأن بافل نيدفيد يسجل هدف من أجمل أهداف الشامبيونز ليج وتصبح النتيجة 3-0. حتى مع تسجيل زيدان على فريق السابق، زيدان يسجل على اليوفي، تصبح النتيجة 3-1 واليوفي يتأهل لنهائي الأولد ترافورد وريال مدريد يخسر اللقب. انتهى الموسم ومدريد مقدم موسم جميل،
لكن بدأت القرارات العشوائية، بدأ التفكير التسويقي الاقتصادي العشوائي على حساب الأمور الفنية. طلع هيرو، طلع ماكمانامان، طلع ماكليلي لاعب الارتكاز القوي الفكاك، ووصل ديفيد بيكهام، وفوق كل هذا قائد المنظومة ديل بوسكي يخرج من ريال مدريد، ويصل مساعد السير أليكس فيرغسون اللي هو كارلوس كيروش. وكان في تساؤل وقتها، شنو علاقة مساعد مدرب يدرب نادي هرم مثل ريال مدريد؟ فكارلوس كيروش مع ريال مدريد في 2004 يبحث عن العاشرة، لكن تشعر أن الفريق أخذ صبغة جالاكتيكوس إعلامية، لأن ما عندي قائد في الدفاع. مع كل الحب والاحترام لهيلغيرا، ما كان قائد للدفاع. لكن أوروبيا شنو صار معاهم؟ أهما باعوا موريانتس لموناكو. ريال مدريد راح دور 16 وفازوا على بايرن ميونخ بخطأ أوليفر كان مع روبرتو كارلوس، وقلنا أن ريال مدريد خلاص عنده جالاكتيكوس يحلولك أي مباراة. لعبوا مع موناكو وفي السانتياغو برنابيو قدروا يفوزون 4-2. هدف موريانتس، النتيجة كانت 4-1، هدف موريانتس في اللحظات الأخيرة خلت المباراة 4-2 وأعطت موناكو أمل لمباراة الإياب. لكن المفاجأة صارت أن ريال مدريد في ملعب موناكو يخسر 3-1 ويسجل عليهم موريانتس، وبالتالي ريال مدريد يخرج من دور الثمانية. يعني الموسم الماضي كان اليوفي 2003-2004 موناكو، انتهى الموسم ما بقول بخير وشر، لأنه ما كان في خير للأمانة، وتمت إقالة كيروش وبدأت نوعا ما تحسينات، واشتروا والتر سامول هذا المدافع الأرجنتيني القوي من نادي روما، يعرف أجواء الكالتشو، قالوا هذا راح يكون ليدر الدفاع، وقالوا لازم نحسن جودة خط الوسط. فخذوا لاعب بابلو غارسيا، خذوا جرافيسن، قالوا أنه مبدع في إيفرتون ولاعب قوي دنماركي فكاك كور، يلا تعال يا جرافيسن. لكن كانت نفس المشكلة، من هو المدرب؟ طبعا مدرب ريال مدريد اللي عينوه ما بعد كيروش كان كاماتشو، وتمت إقالة كاماتشو في الموسم، وعينوا ريمون وتمت إقالة ريمون، وعينوا مدرب برازيلي اللي هو لوكسمبورغو. فواضح أن الإدارة الفنية ما كان فيها وضوح عند بيريز، من هو المدرب اللي يقود لي مشروع. عموما موسم 2004-2005 الحلم ما زال مستمر، ريال مدريد يريد العاشرة، لكن اصطدم في الدوري بجيل برشلونة عظيم، فكان محليا صعب على ريال مدريد أن يجاري هذه المنظومة المحترمة القوية، ومع فورمة كارلوس ويول ماركيز في الدفاع الموضوع كان جدا صعب. هذا كله يهون أمام فورمة رونالدينيو، فالحلم المحلي كان جدا صعب. أوروبيا كالعادة ريال مدريد يعدي دور المجموعات، ولعبوا دور 16 مع اليوبي، فقالوا هذه فرصة لننتقم من موسم 2003، وبالفعل في السانتياغو برنابيو استطاع ريال مدريد الفوز على اليوبي 1-0 بهدف هيلغيرا. لكن مشكلة مدريد ما كانت في ملعبه، مشكلته لما يسافر خارج ملعبه، وراح ملعب ديلي ألبي. يوبي قوي مع زلاتان، مع تريزيجيت، ديل بييرو، زالييتا، بافل ندفيد، وبعد ما قلنا كل هالنجوم في اليوبي، يوبي استطاع التقدم 1-0 وجر ريال مدريد إلى الأشواط الإضافية. مع الأشواط الإضافية يظهر اللاعب الأوروغوياني زالييتا ويسجل هدف على ريال مدريد ويقصي ريال مدريد من دور 16، واليوفي يتأهل بمجموع المبارتين 2-1. ريال مدريد ما قدر يسجل هدف في ملعب الدلي ألبي، فكانت نوع من أنواع الأمانة انتكاسة حقيقية، ريال مدريد مع كل هالنجوم يخرج من دور 16. فكان في سؤال في ريال مدريد، متى نحقق العاشرة؟ قالوا أوكي في موسم 2006. كمل لوكسمبورغو المدرب البرازيلي، ولكن تمت إقالته وتم تعيين مدرب اسمه كارو. ما هي مسيرته؟ شنو إنجازاته؟ شنو سيفية؟ الله أعلم. وكانت في صفقات جيدة الأمانة، روبينيو، باتيستا، سيرجيو راموس من إشبيلية، وما زال على نفس الدفاع، ما شعرنا أن هناك مدافع وصل يحسن المنظومة، ولا وصل لاعب خط وسط يرتب لك العملية الدفاعية. موسم 2006 كالعادة ريال مدريد يعدي دور المجموعات، يلعب مع الأرسنال في السانتياغو برنابيو. لا يمكن لأي شخص ينسى السبرنت اللي عمله تيريوري ضد سيرجيو راموس ويسجل ويفوز الأرسنال في السانتياغو برنابيو. يعني مو بس ريال مدريد قام يعاني أوروبيا، ما قام يفوز في ملعبه، وخسر من الأرسنال في سانتياغو برنابيو، وفي الإياب تعادل 0-0، وللمرة الثانية على التوالي ريال مدريد يخرج من دور 16. فصارت في معضلة خلاص، يعني الرئيس القادم اللي هو كالديرون قال الحل الوحيد لريال مدريد مدرب اسم ثقيل، دفاع قوي، لاعب بالنص فكاك كور، وخلص مسألة الجالاكتيكوس وفترة فلورنتينو بيريز انتهت. صارت مشكلة الكالتشوبولي في إيطاليا وهبط اليوفي، فخذوا من اليوفي فابيو كابيلو كمدرب،
خذوا قائد دفاع فابيو كانافارو، خذوا لاعب وسط هو إمرسون، لاعب قوي عرفناه مع اليوفي، عرفناه مع روما، فكاك كورة على أعلى مستوى، وضافوا عليه مامادو ديارا هذا اللاعب أيضا القوي من أولمبيك ليون، هذا غير أخوان أنطونيو رياس اللاعب السابق في الأرسنال، تعاقدوا مع فان نيستلروي كمهاجم. تشعر أن ريال مدريد أصبح ثقيل بظهير موجود مثل سيسينيو، إذن ريال مدريد جاهز أن يكون فريق منظم. طبعا عاش في موسم 2007 مواسم جميلة، نيستلروي رائع، ريال مدريد بطل الدوري الإسباني في اللحظات الأخيرة، لكن شنو صار في أوروبا بعد ما وصل دور 16؟ لعب مع بايرن ميونخ، بايرن ميونخ أوتمار هيتسفيلد، بايرن ميونخ اللي نوعا ما كان يعيش أفضل أيامه، واستطاع ريال مدريد في سانتياغو برنابيو أن يتقدم 3-1، فرق هدفين أمر مريح، لكن في اللحظات الأخيرة يسجل مارك فان بومل هدف لبايرن ميونخ وتصير النتيجة 3-2. في الإياب أول ما بدت المباراة ريال مدريد كان يحتاج التعادل، لكن 1-0 ما يكفي، لازم يتعادل أو يفوز. مباراة الإياب أول ما بدت المباراة خطأ من روبرتو كارلوس يخطفها روي مكاي ويسجل هدف بايرن، واحد من أسرع الأهداف في تاريخ الشامبيونز ليج يسجله روي مكاي، ويسجل بايرن هدف ثاني من لوسيو، وكأن لوسيو ينتقم من ريال مدريد لأن ريال مدريد فاز على باير ليفركوزن في 2002 حقق التاسعة ولوسيو كان مع ليفركوزن، فتشعر أن لوسيو لما سجع ريال مدريد رد اعتبار. حتى مع هدف فان نيستلروي، حتى مع هدف ريال مدريد انتهت المباراة 2-1. بالمجموع بايرن ميونخ يتأهل بأفضلية الهدف خارج ملعبه. خلص الموسم وتمت إقالة فابيو كابيلو وتعيين الألماني شوستر. ريال مدريد بدأ حقبة احنا نسميها حقبة الهولنديين مع ويسلي شنايدر وأريو روبن قبل لا يوصلهم حتى فاندربارت، فريال مدريد ما كان عنده مشكلة محليا وقدر يحافظ على اللقب في 2008. تعالي الحين على الأوروبي بعد ما عدى دور المجموعات. في 2008 لعب ضد روما، روما سباليتي، مع كل الحب والاحترام حتى لو كان وصيف الدوري، لكن انت ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، عززت فريقك، مدرب جديد، نفس مختلف بالفريق. ريال مدريد في الأولمبيكو في سانتياغو برنابيو يخسر ذهاب وإياب من روما، إذن ريال مدريد 2005 و6 و7 و8 أربع سنوات على التوالي يخرج من دور 16. أصبح الأمر مفني موسم 2009، شوستر يعاني، تتم إقالته، يتم تعيين خوان دي راموس، لكن تعرفون في 2009 أنت قاعد تلعب ضد منه محليا؟ لأنك راح تدمر محليا، بيب غوارديولا، ثورة المدربين. فريال مدريد محليا تقول لي شوستر تقيلة تحط خوان دي راموس ماك فايدة، شوف نفسك أوروبيا. مثل ما صار ضد روما 2009 لعبوا مع ليفربول، يخسرون في سانتياغو برنابيو في من هدف ما راح أقول اسم اللاعب لأني ما أتشرف أني أقوله. في الإياب يخسر بأربع أهداف مقابل لا شيء، وأفضل لاعب في ريال مدريد هو إيكر كاسياس، يعني سنوات الانتكاسة الأوروبية ما زالت مستمرة مع ريال مدريد، وهذه العقدة أصبحت نفسية وأيضا فنية. ما بعد 2009 وصلنا إلى 2010، فمحليا حتى لو أنت عينت مدرب جديد اللي هو مانويل بيليغريني وسويت صفقات ميركاتو تاريخي عالمي، تشابي ألونسو من ليفربول، كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد، ريكاردو كاكا من الميلان، لا يمكن حتى مع وصول كريم بنزيمة، لأن ريال مدريد أوروبيا، لأن احنا محليا قلنا خلاص ما مستحيل يقدم شيء. أوروبيا ريال مدريد يلعب مع أولمبيك ليون، أنا بركز على مباراة الإياب في سانتياغو برنابيو لأن في ملعب جرلان ملعب أولمبيك ليون ريال مدريد خسر 1-0. في مباراة الإياب ريال مدريد متقدم 1-0 وممكن المباراة تروح لأشواط إضافية، يظهر اللاعب ميرالين بيانيتش ويسجل ويخرج ريال مدريد من دوري الأبطال. المعضلة ما كانت فنية، ريال مدريد أصبح يخرج حتى من أولمبيك ليون، الحين ريال مدريد خلاص عودة فلورنتينو بيريز، الحين الحقبة الثانية، لقب العاشرة صار حلم، لقب العاشرة صار هاجس كل الجماهير، وأيضا صورة ريال مدريد، العلامة التجارية، هيبة ريال مدريد، لأن محليا خلاص بيب مع برشلونة ما أعطى أي مجال أنك تتنفس، أنك تحقق لقب في إسبانيا، السيطرة والجمال والإبداع من برشلونة، فعلى الأقل المحاولة الأوروبية. أولا فلورنتينو بيريز ركز أبي مدرب يعرف دوري الأبطال، يفوز بدوري الأبطال، يملك جينات، يملك كاريزما، مدرب ناجح. تم التعاقد مع جوزيه مورينيو اللي هو بطل مع انتر ميلان بعد كأس العالم 2010،
واضح ان اوزيل لاعب ممتاز، تعال يا اوزيل، تعال يا خضيره، تعال يا انخيل دي ماريا، سووا لك توليفه ممتازه. بوجود تشابي الونسو صار تشعر ان الفريق ثقيل نوعا ما. اوروبيا مدريد كان عنده هاجس، نريد تجاوز دور 16 مبدئيا كخطوه اولى، وهذا اللي صار. وريال مدريد واخيرا مع جوزيه مورينيو في موسم 2011 يكسر عقده دور 16. 2005 و6 و7 و8 و9 و10 بعد 6 سنوات مورينيو يفعلها ويتجاوز دور 16 ويتجاوز دور 8. لكن اصبح هناك حدث تاريخي، ريال مدريد يلعب مع برشلونه، البعبع اللي تكلمنا عنه، اللي انا بالنسبه لي عشان تفوز عليهم تحتاج لامور تكتيكيه خاصه. طبعا اخر كلاسيكو شفناه في دوري الابطال كان في 2002، وريال مدريد طلع برشلونه وراح اخذ اللقب على حساب ليفركوزن، اللوب الشهير لزيدان في الكامب نو. فالحين هناك ثار اوروبي لبرشلونه على ريال مدريد، وايضا هناك ثار لمورينيو على برشلونه بخساره الخمسه في الدوري، وهناك ثار خاص لبيب غوارديولا لان مورينيو طلعه مع الانتر. فصارت هذه كلها عباره عن خليط ومعركه. فكان جرح اوروبي، لان اقصى شيء في عالم كرة القدم انك تخرج من غريمك التقليدي. وقتها مورينيو صرح اتمنى ان بيب غوارديولا يفوز بدوري الابطال بنزاهة، لانه يقصد 2009 ضد تشيلسي برشلونة استفاد تحكيميا، و2011 ضد ريال مدريد استفاد تحكيميا. يعني هذه خلينا نقول حرب اعلامية وتصريحات. انا باعتقادي ان برشلونة 2011 لا يمكن ايقافه، فاز بالبطولة بجدارة. وفي 2009 لو كان في اخطاء، وانا اعترف بالاخطاء التحكيمية نعم، ولكن بالمجمل برشلونة اخذها بذراع. انا اسميها على يوم ان شاء الله اسوي لكم حلقة كل فريق شنو استفاد وشنو انضر، وبتكلم عن فريق يا سي ميلان. ادري قاعد طالعين طرف عينكم وعاجبك. عموما ريال مدريد اهم شيء حط اساس انه يتجاوز دور 16، وصار قوي وثقيل، وراحت الرهبة النفسية من هذا الدور. وهذا اللي صار في 2012، والفريق صار انضج، صار اقوى، استقر مع جوزيه مورينيو، وفي الدوري صار بطل الدوري على حساب برشلونة بيب غوارديولا، وحقق 100 نقطة بمعدل تهديفي أكثر من 100 هدف، الدون يوصل 60 هدف في الموسم، شيء خرافي، شيء عالمي. ريال مدريد واضح أن هذه السنة يحقق الدوري ودوري الأبطال. لعب سيمي فاينل مع بايرن ميونخ هاينكس، المباراة اللي وصلت إلى ركلات الجزاء. أنا أفكر بجوزيه مورينيو لما الثلاثة من أفضل مسددي ركلات الترجيح كريستيانو، كاكا، سيرجيو راموس يضيعون كرات ضد مانويل نوير. سقوط مورينيو بحد ذاته واحدة من أسوأ وأكثر اللقطات المؤلمة. الرجل فعل كل شيء، ولكن بايرن ميونخ بركلات الترجيح يتأهل وتكون حسرة لجمهور ريال مدريد، ويعاود الكرة للمرة الثالثة على التوالي. ريال مدريد في السيمي فاينل ضد منه؟ أيضا فريق ألماني، بروسيا دورتموند، يورغن كلوب، الفريق اللي كان يملك غوندوغان بفورمة مخيفة، كان يملك ماريو غوتسا، كان يملك ليفاندوفسكي، كان يملك هاملز، سوبوتيتش، غوندوغان، بيتنر، كاهم مكتوبين اسماء لاعبين دورتموند، اوباميان كاهم موجود بعد. الشوط الثاني شوط كارثي، تشعر ان ليفا كل كره يسجل، ركله جزاء يلف على بيبي، ليفا لا يمكن ايقافه، تنتهي المباراه 4-1، سوبر هاتريك ليفاندوفسكي. فانت في ملعب سانتياغو برنابيو تحتاج تسجيل 3 اهداف، 3-0. ريال مدريد في مباراة الإياب يحاول، راموس يقاتل، هدف، هدفين، ضغط مرعب، ضغط ضغط، الكرة ما تبي تدخل خلاص، لتنتهي المباراة 2-0. مورينيو للمرة الثالثة على التوالي يخرج من سيمي فاينل دوري الأبطال، وخسر الدوري من برشلونة، وانتهت حقبة جوزيه مورينيو، انتهت خلينا نقول فترة ألم الخروج من السيمي فاينل. ومن وصل؟ وصل مدرب باريس، مدرب تشيلسي، مدرب ميلان اللي لعب معاهم 3 نهائيات دوري الأبطال. كارلو أنشيلوتي عراب هذه البطولة، يعرف كيف يصل لمنصات التتويج. كارلو أنشيلوتي اللي هو دائما يسمونه عقدة الألمان، فكارلو أنشيلوتي ضد الألمان قوي. ليش قلت لك الألمان؟ لأن كارلو أنشيلوتي في 2014 لما تعاقد مع فلورنتينو بيريز، ريال مدريد أوروبيا لعب مع شالكة، لعب مع بروسيا دورتموند، لعب مع بايرن ميونخ قبل لا يوصل النهائي، فطلع 3 ألمان. تذكرون الدون لما يحقق رقم تاريخي فردي في الموسم الواحد ويصل لهذا الرقم المخيف من الأهداف، سجل
الهدف الخامس عشر الشخصي له على بايرن ميونخ. يعني ريال مدريد وصل النهائي وهو مدمر الألمان. ريال مدريد أخيرا يصل للنهائي من بعد موسم 2002 بعد ما حقق التاسعة 4-3-3 بوصول طبعا لا ننسى جارث بيل، لأن الهجوم صار كريستيانو، جارث بيل، كريم بنزيما، وفي خط الوسط عندي لاعب بقيمة تشابي ألونسو أو خضيرة أو نتكلم عن دي ماريا، حبيت نتكلم عنها، ركزوا عليها، وحشتني هذه الكلمة. يصل للنهائي بهذه التركيبة الجميلة، ولكن في بعض الغيابات أهمهم تشابي ألونسو اللي كان على المدرج. نهائي لشبونة ضد فريق أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، جيل لا يمكن إيقافه، صلب قوي، فكان ديربي مدريد في نهائي الشامبيونز ليج لشبونة. تعرفون السيناريو، جودين يسجل، كاسياس يخطئ، ريال مدريد يعيش كابوس في الثواني الأخيرة ما بعد الدقيقة 92، حلم العاشرة انتهى. شكرا كارلو أنشيلوتي، انتهى حلم العاشرة. شكرا ريال مدريد، حاولوا مرة أخرى. دييغو سيميوني بطل الدوري الإسباني وبطل الشامبيونز ليج. بس خلينا نشوف هالركنية، خلينا نشوف مودريتش وين يلعبها. مودريتش يلعب ركنية، سيرجيو راموس يحلق يطير ويسجل في مرمى الحارس كورتوا. أنا عبد الله شكناني، أنا أسميها الرأسية الأعظم في تاريخ كرة القدم. أنا ما أفهم، لأن إذا صنفت شنو صار من معاناة قبل رأسية راموس، وما هي الأبواب والأمور النفسية والعقدة والهيبة اللي صارت لريال مدريد ما بعد رأسية راموس، هي الرأسية الأجمل والأعظم على الأقل لريال مدريد. وأنا كعبد الله كناقد رياضي أرى أن هذه الرأسية غيرت تاريخ ريال مدريد. وسط دموع، وسط خوف لما سجلها سيرجيو راموس. الحين 1-1، أنت رايح إكسترا تايم. شوف ملامح لاعبين أتلتيكو مدريد، لاعبين تدمروا. لا يمكن، لو تعيد كل ظروف الحياة ريال مدريد لن يخسر هذه المباراة. راح تشوفهم في الإكسترا تايم وحوش. حلم العاشرة انتظرناه 12 سنة من معاناة، من خروج من دور 16، من سقوط مورينيو، من تأليف لوكسمبورغو، من تأليف كيروش، من حسرة كابيلو، من حسرة شوستر، مانويل بيليغريني. أتى سيرجيو راموس بالرأسية، لأن الإكسترا تايم جارث بيل دمرهم، دي ماريا دمرهم، مارسيلو يسجل، الدون يسجل، ريال مدريد العاشرة اكتساح. كسرت كل الأمور النفسية والكوابيس. ليش عظمة رأسية راموس هي بالنسبة لي هي الأعظم في التاريخ، على الأقل في الشامبيونز ليج؟ حب سمها مثل ما تبي تسميها، لأن ما بعدها شنو صار؟ سيمي فاينل 2015، بعدها لا لا لا، بعدها هاتريك من زيدان شامبيونز ليج، بعدها لقب على ليفربول. يعني تعرف أنه صار الموضوع عادي، بس وين شارت البداية؟ سيرجيو راموس. لأن أنا أعتقد وأؤمن لولا رأسية سيرجيو راموس ريال مدريد راح يقعد سنوات بحاجز نفسي يبحث عن العاشرة. عموما وصلنا الختام وقلنا بعض التفاصيل مو كلها، ريال مدريد من التاسعة إلى العاشرة. كانت حلقة أولى، أنا بسميها حلقة أولى تجريبية. شكرا لكل من أضاع وقته وتابعنا وعاش هذه الأحداث واستعاد ذكرياته. هي تجربة لعبد الله شكناني في عالم اليوتيوب. أحتاج منكم أول شيء الدعاء بالتوفيق بالاستمرارية، أن نكون مع بعض عائلة في اليوتيوب، وبعدها لايك شير سبسكرايب، هذه كلمات اليوتيوب لازم أتعود عليها. شكرا من القلب، ونشوفكم في حلقات قادمة. في أمان الله.